عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. من الفيديو اللي فات الفيديو بتاع النهارده جمعت لكم كل انواع البودي سبلاش اللي انا استخدمتها واقول لكم على روايحها. بس خلينا متفقين انا مش بفهم في الروايح قوي ومش بعرف اوصفها بالظبط، يعني بحاول اشبهها اجيب اقرب ريحه ليها. فجمعت لكم كل حاجه عن الانواع كلها اللي انا استخدمتها، في منهم انا خلصته والباقي لسه مش راضيين يخلصوا، بيقعدوا يا جماعه ووقت طويل جدا جدا جدا. وكل الانواع دي لازم تكون عند اي عروسه بتجهز او اي بنوته، يعني يكون عندها كم واحده كده منهم. فتابعوا الفيديو ده للاخر، ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني كمان على الانستجرام هسيب لكم اللينك تحت. ويلا نبتدي الفيديو. فيكتوريا سيكريت اللي هو خلص زي ما انتم شايفين، بصوا ده شكله. ده كان بخمسين جنيه، ريحته من الروائح الهاديه جدا اللي عجبتني قوي، اللي بتفضل ثابته قوي في الجسم. على فكره كل الروائح دي بتفضل ثابته في الجسم. ده زي ما قلت لكم كان بخمسين جنيه، وبسعر بيبقى بستين جنيه بتاع فيكتوريا سيكريت بتاع جولد انجل اللي هي دي. بصراحه من الروائح، الناس اللي بتحب الروائح الهاديه قوي تحسي كده انك مش ماشيه فواحه، اللي هو جسمك كده يبقى فيه ريحه جامده جدا. انا بصراحه مش بحب الناس اللي بتبقى حاطه روائح جامده قوي او بتبقى رشه كتير. على فكره ده انا كنت لما بطلع كده من الشغل كنت بقعد كده ارش على جسمي واسيب الجسم مثلا كده اللي هو يمتص، وبعد كده ابدا بقى البس هدومي عادي. يعني لازم يا جماعه يكون عندنا البودي بلاش ده بعد كل الشاور، او يعني بعد ما تحطي اللوشن ممكن مثلا عايزه تبخي كده من بعيد او تبخي كده على ايدك. على فكره في المناطق اللي بتخلي ريحه البودي سبلاش او البرفم عامه تثبت بتبقى هنا ورا الودان او هنا او عند الحته دي، مش عارفه اسمها ايه، بس ما علينا، هي دي المناطق اللي بيثبت يعني فيها البرفيوم او البودي سبلاش. بس انا بصراحه كل الانواع دي انا برشها كده على جسمي بعيدا عن المناطق الحساسه يا جماعه، بس عشان انا بحب كده اكون ريحتي تبقى حلوه قوي، وبقعد كام يوم تبقى ريحتي حلوه جدا بغض النظر اصلا ان انا يعني باخد دش كل يوم. طبعا لكل بنوته لازم تعمل كده، لازم تاخدي شاور كل يوم عشان تكون ريحتك حلوه وتكون فريش. بغض النظر انا مش عارفه شعري ماله، بس ما علينا. وكمان عشان احنا في صيف يا جماعه والدنيا احنا بنعرق ورق وبتبقى ريحتنا مش افضل حاجه، فطبعا يفضل لازم تاخدي الشاور بتاعك بتاع كل يوم. تاني واحد وهو بتاع اصاله، بصوا مخلصه منه قد ايه، فاضل منه حبه. ده شكله ده كان برده بخمسين جنيه او بخمسة واربعين جنيه، مش فاكره سعره، هو قديم جدا. عايز اقول لكم ان الاثنين دول كانوا ايام الثانويه العامه فقديم جدا، وبصوا قاعد بقاله قد ايه. فبصراحه ده بتاع بريتي تايم بتاع اصاله، ده شكله ريحته فظيعه برضو من الروائح الهاديه والحلوه قوي، مش الهاديه قوي يعني اللي هو الريحه متوسطه، ولا هي اوفر ولا هي الهاديه خالص، في المتوسط. بصراحه عجبني جدا، وبرضو من الانواع اللي انا حبيتها وروائحها كده لذيذه، برضو بتفضل قاعدة في الجسم لمدة طويلة جدا وبتفضل ثابتة مش بتروح على طول كده. ده بتاع دير بودي، مش ده اللي يعني جايباهم، الباقيين دول جايباهم قوي من فترة قريبة، بس مجربة منهم بصراحة ريحتهم حلوة قوي، خاصة ده ريحته شجري قوي قوي قوي، وكان بستين جنيه. ريحته بجد يا جماعة فظيعة قوي، وفضل لكل عروسة بجد تجيب النوع ده. بصوا ريحته حلوة قوي، انا مجربة منه حبة صغيرين جدا يعني ما كترتش منه، حلو جدا. بس مش حاسه ان هو حجمه كبير قوي، بس عادي ممكن يعني تاخديه مثلا لو انت مسافره، لو انت رايحه حته خارجه، فعادي يعني حجمه مش اللي هو الكبير خالص، فعادي ممكن يتحط في الشنطه. فده كده اول واحد. ثالث واحد سوري، بعد كده برضو بتاع فيكتوريا سيكريت بس بتاع جلومب انجل اللي هو ده. بصوا ده برضو ريحته مش شجري، هو شجري على ريحه كده انا مش عارفه اوصفها، ريحته عظمه بجد، انا بحبه قوي. بصوا ده شكله بغض النظر يعني هو باين ان انا ما استخدمتش، بس انا بخم منه حاجات خفيفه. عايزه اقول لكم انت لما بتبخي ومش باين عنه هو بينقص، هو بيقعد كتير قوي قوي قوي، يعني بيقعدوا كتير جدا، ممكن كمان يقعدوا معاكي سنه سنتين. فبصوا ده شكله. ولو انت عروسه بتجهزي، يفضل طبعا لو انت هتجيبي الحاجات دي هاتيها واركنيها عندك، او اي برفيوم اركنيه عندك، هيبقى اللي هو يعني متعتق، فاللي هو بيفضل ريحته قويه جدا وتفضل ثابته لمده طويله، لو اتعتق يعني لمده سنه سنتين عقبال ما تتجوزي وكده، فبتبقى ريحته حلوه جدا. فبصراحه دول انا حبيتهم قوي، بس بصراحه الريحه دي اكتر واحده حبيتها جدا، فريحتها فظيعه.
بدل الاحجام الصغيره بصراحه لا دي اللي تنفع عن الحجم ده في الشنط يعني، دي اخف كده شويه. بس بصراحه انا بحب اخد دول برضه، مثلا لو انا مسافره باخد دي، بس لو انا خارجه باخد الاحجام الصغيره دي. بتاع جود جيرل يا جماعه ريحتها وهم وهم فعلا بجد فظيعه، وسعره كان ب35 جنيه، سعره مش غالي خالص بالعكس، هو حلو قوي و 150 مللي يقعد معاك كتير جدا. بص ده شكله ريحته فظيعه قوي، اللي جرب جود جيرل يا جماعه ريحتها حلوه قوي. الشجري كده شويه او من الروائح اللي هي الهاديه برده، مش الروائح اللي هي القويه خالص. بعد كده بتاع صوص كاندل يا جماعه، سكاندل دي من الروائح اللي انا بعشقها، روائحها فظيعه جدا انا بحبها جدا. بص ناقصه حبه اهي كده، بص مستخدم منه حبه كده حلوين. بصراحه من الروائح اللي بتفضل في الجسم جدا بصراحه يعني، هم كلهم بيفضلوا في الجسم، بس اكتر روائح انا حبيتها هي بتاع سكاندل وبتاع جود جيرل وبتاع دير بودي. دول بصراحه انا حبيتهم قوي قوي قوي، بحبهم جدا فعلا، بتبقوا ماي فيفورت فعلا في البوديز بلاش يا جماعه. ويفضل طبعا لكل تجيب الانواع، هاتي انواع كتير لان انت اصلا هتحتاجي كتير جدا. وهقول لكم على هوريكم سيت كده بيبقى فيها 6 ب70 جنيه، بتبقى حلوه جدا وهتوفر عليكي كتير قوي. بعد كده بتاع شانيل اللي هي دي، انت بصوا شكلها، عايزه ريحتها هاديه قوي 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 قوي، يعني مجرد مثلا ما تحطيها الريحه بتاعتها مش بتبقى باينه قوي، يعني لو انت عديتي من جنب حد مش بتبان قوي، بس الناس اللي بتحب الروائح الهاديه قوي تجيبها. بس هي بصراحه لذيذه بجد يا جماعه، حبيتها برده بسعر 35 جنيه. اللي بعد كده واللي هي بتاع 212 في اي بي اللي هي دي، دي برضو من الحاجات اللي هي ماي فيفورت فعلا، انا بحبها جدا وبعشقها يا جماعه. وانا مسافره انا باخد الحاجات الصغيره دي معايا. واكتر حاجه حبيتها وهي السيت دي، عايزه اقول لكم السيت دي كلها هم فيها 6، السته كلهم ب70 جنيه او ب80 جنيه، وكان كمان عليها عرض، هي بتتباع تقريبا ب100. بس بصراحه كانت حلوه جدا، كل دول روائحهم يعني حس ان هي فواكه، في فانيليا وفي اللي هو بالفواكه، وفي روائح حلوه قوي فيهم. بصوا انا اكتر اتنين حبيتهم هما دول، انا اوريكم شكلهم دلوقتي. بصوا اللي هما دول اللي هي بتاع لاف وبتاع تعبين، اللي هما دول. بصوا دول انا حبيتهم جدا جدا جدا، هما كلهم اصلا رايحهم حلوه بس انا بصراحه حبيت دول اكتر. بصوا اللي بعديهم، بصوا الاثنين دول، ده بتاع تشيري وده بتاع لاف. بصوا شكلهم صاملين ازاي، حلوين جدا يا جماعه وفظاع قوي. لو انت جبتي السيت دي يفضل طبعا صاحب كل عرسه تجيبي السيت دي، لان هي حلوه جدا هتوفر عليكي كتير قوي كلهم. ويفضل طبعا هاتيهم في العرض، لو اي بيج عامله عرض عليهم هاتيه. دي برضو دي بالفانيليا، ودي تقريبا بتاع ده بالرمان، ده ريحه الرمان يا جماعه. بصوا روايحهم فواكه وده بريحه الفانيليا يا جماعه، فبصراحه عايزه اقول لكم روايحهم فظيعه جدا وحبيتها. وشكل الشنطه يعني شيك قوي، وانا بصراحه حبيتها اصلا الشنطه دي، بعد كده ممكن نستخدمها في حاجه يعني نستغلها. الشعب المصري يا جماعه بيستغل اي حاجه تبقى عنده، فانا استغلهم ان هم احط فيهم ميك اب بعد كده، او احط فيهم اي علب ميني كده تكون صغيره، او اي حاجه كده مثلا صغيره. بصوا الشنطه شكلها شيك قوي، بصوا تنفع في حاجات كتير قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، بس بصراحه كل الانواع دي حلوه جدا. وبصراحه انا اتبسطت جدا من السيت دي، لان هي ريحتها كانت وهم قوي وعجبتني جدا، من الروائح برضو اللي هي ماي فيفورت فعلا. بس اكتر اتنين انا قلته لكم في الاول، فزي ما قلت لكم كده الحاجات اللي انا اللي هي عجباني قوي اللي هم دول، اللي هي بتاع دير بودي دي، وبتاع جود جيرل، وبتاع سوس كاندل، و212 في اي بي. فدول بصراحه الاربعه دول فعلا ماي فيفورت وبحبهم جدا، من الروائح الحلوه. الناس بقى تحب الروائح الهاديه زي ما قلت لك، في كام ريحه هنا هاديه، والناس اللي تحب الروائح القويه قوي طبعا براحتك. يفضل طبعا لو انت زي ما قلت لكم، لو انت عروسه يفضل طبعا تجيبي الانواع دي. دول تقريبا يعني هو اكيد في انواع كتير جدا، بس دول عيلاتهم يعني. بس كده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. طبعا يا جماعه تنسوش تتابعوني على الانستجرام، لو حد عنده اي اسئله اكتبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم فيديو قريب. باي باي.